طب ليه انا اقتلها؟ ليه هاخد منها ايه؟ طب انا كنت قتلتها زمان، وبعدين هقتلها من بيتي؟ طب ما انا استناها بره وهي رايحه المصحه مثلا، او اي حد يموت. ليه؟ ليه؟ دي بسبب واحد مقنع، مفيش اي دافع خالص. وفلوس، مش كان معاها فلوس، مجوهرات عمرها ما كانت. اتعرض عليها يا فندم ناس من العرب يعني؟ تبقى صح صح ورفض صح انه يعالجوها. يعني كان يعني مظبوط. العروض دي منين؟ مش هقدر اقول اسامي، بس مش اسامي. اتعرضت. لكن في من اثرياء امراء عرب هم دول اللي عرضوا وهي رفضت علاجها، وهي رفضت. وهي رفضت. لانه في انه في كلام على يعني احدهم مؤخرا قال انه الطلب منه يوصل فلوس، وبعدين نور الشريف هو اللي خد الفلوس وراح لها وهي رفضت برضو. لا مش في حد راح لها بفلوس ولا اي حاجه خالص. لا هي بس اتعرض عليها انه يتم علاجها زي ما هي، يعني كارت بلانش كده اهو، وهي رفضت. ودي انا عارفاها وكنت معاها ساعتها. مين الناس اللي انت شفتيهم متواجدين في حياه سعاد هناك واللي ادوا لنفسهم ادوار اكتر؟ ده كل الناس. طيب. ده حتى جيراني اللي انا مش اعرفهم اصلا. اللي قالت، اللي كانت طالعه معايا في الاسانسير، واللي قالت دي كانت دي مش